lem, lem, le, lem, lem, le, lem, lem. يبقى دلوقتي الناس دي كام؟ ثلاثة. لا لم لم. بيجوا هرفهم الفعل اللي انت عايز تنسيه، الفعل اللي انت عايز تقول انك انت ما بتعمل هوش. طيب امتى بستخدم لا؟ وامتى بستخدم لم؟ وامتى بستخدم لن؟ يبقى ادوات الناس دي قلنا لا لم لم. امتى بستخدم لا؟ امتى بنفي لا؟ امتى بنفي لم؟ انت بنفي لم بنفي بيها لما اكون عايزه انفي حاجه عملتها في الماضي، فاقول لم اذهب الى المدرسه بالامس. بايه؟ بالامس. يعني انت ما رحتش المدرسه امبارح. لم اذهب الى الاسكندريه السنه الماضيه، يعني انت ما رحتش اسكندريه السنه الماضيه. يبقى لم بننسي بيها الحاجه لما احب انسي حاجه في الماضي، اقول لم افعل ذلك. لم ايه؟ لم افعل. لم لم افعل. طب لم لم دي بتنسي بيها لما عايز تنسي حاجه مش هتعملها، مش هتعملها. لن افعل ذلك، لن افعل ذلك. يبقى لن دي بتنسي امتى في المستقبل او الحاضر. اقول لك لن اذهب الى المدرسه غدا. يبقى انت مش هتروح المدرسه امتى؟ غدا. يبقى لن بتنفي حاجه في المستقبل او بتنفي حاجه دلوقتي. يعني بقول انا الحاجه دي مش هعملها او مش هعملها دلوقتي. في الدرس قالنا ايه؟ لن اترك الصنبور مفتوحا كاملا، لن اترك الصنبور مفتوحا كاملا. يعني الافهم من كده ان هو ما كانش بيفتح الصنبور ولا بقى ناوي ان هو ما يفتحش الصنبور؟ لا، ناوي ان هو ما يفتحش الصنبور. لن اترك الصنبور مفتوحا كاملا. لن اترك المصابيح مضاءة نهارا. يعني هي قررت ان هي خلاص من دلوقتي مش هتعمل كده، مش هتترك المصابيح مضاءة نهارا. لن اترك المصابيح مضاءة نهارا. يبقى لن دي بتنفي حاجة في المستقبل او بتنفي حاجة دلوقتي. يعني انا مش هعمل الحاجة دي دلوقتي او مش هعملها في المستقبل. دي جاية في ايه؟ لن. لكن لن لما احب انفي حاجة قبل كده اقول لك لم اذهب الى المدرسه بالامس، لم اذهب الى جدتي الاسبوع الماضي. لم دي بتنفي حاجه في الماضي. يبقى لم تنفيها امتى؟ في المستقبل. برافو. طب لم استخدمها امتى؟ لم استخدمها امتى؟ في الماضي. طب لم في المستقبل. طب لا 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 دي بقى بتنفي الموضوع، الحاجة اللي ما بتعملهاش في المطلق، يعني ما بتعملهاش في كل الأوقات. أنا لا أكذب. أنا لا أكذب. يبقى أنت ما بتكذبش في كل الأوقات، لا كنت بتكذب ولا أنت بتكذب دلوقتي ولا هتكذب. يبقى لا بتنفي حاجة في كل الأوقات. أنا لا أكذب. أنا لا أحب الموت. انت ما بتحبش الموز برضه في كل الاوقات. انا لا انافق. يبقى انت ما بتنافقش في كل الاوقات. انا لا اضرب زميلي. يبقى انت ما بتضربش زميلك في كل الاوقات. يبقى لا دي بتنفي الحاجه في كل الاوقات. لا بتنفي الحاجه في الماضي. لا بحب انفي الحاجه في المستقبل. هي دي ادوات النفي. لا لم لم. طب السؤال في الامتحان بيجي لك يقول لك ايه؟ السؤال في الامتحان بيقول لك استخرج من القطعة أداة نفي. لما يقول لك استخرج من القطعة أداة نفي فهطلع لا، لأن هطلع لم.
يبقى لما يقول لك استخرج من القطعه اداه نفي، عينك هتروح لايه؟ هتطلعها يا اما لا يا اما لا يا اما لن. هي دي ادوات النفي. طب لما يقول لك حول الجملة المثبتة إلى جملة منفية، حول الجملة إيه؟ حول الجملة المثبتة إلى جملة منفية، أعمل إيه؟ طب السؤال يقول لك حول الجمل الآتية إلى جمل منفية. ويقول لك أذهب إلى النادي اليوم، أذهب إلى النادي اليوم. أبص هو ما بيروحش النادي إمتى؟ قبل كده ولا النهاردة؟ اليوم يعني النهاردة، يبقى ده ماضي ولا حاضر؟ حاضر. طب واحنا قلنا عشان نلف الجملة في الحاضر او المستقبل، المستقبل بنستخدم ايه؟ لا ولا لم ولا لن؟ يلا ردوا عليا. مين؟ استخدم ايه؟ ايه؟ ايه اللي جت في ايدك دلوقتي؟ لن. برافو. يبقى اقول لن اذهب الى النادي اليوم. طيب لما اقول لك انا احب الطعام، انا احب الطعام، عايزه انفي استخدم لا ولا لم ولا لا؟ ابص على الجمله، هو قايل لك هو بيحب الطعام في اي وقت؟ يعني ماضي او مستقبل او حاضر؟ في وقت هنا في كلمه الماضي او بالامس او غدا او اليوم، في حاجه بتدل على الزمن؟ يعني في حاجه هنا في الجمله دي بتدل على زمن معين؟ لا، هو بيقول لك انا ما بحبش الاكل. يبقى ايه اداه النفي اللي استخدمها عشان انفي الحاجه في كل الاوقات؟ ايه؟ لا ولا لم ولا لن؟ تفكروني قولولي. هي لا، لم. لم بتنفي الحاجه امتى؟ في الماضي. طب ولن؟ لن مستقبل او حاضر. طب لا؟ لا في كل الاوقات. لا ايه؟ في كل الاوقات. يبقى اقول ايه؟ استخدم هنا ايه؟ مفيش وقت، لا في ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. يبقى ايه الاداه المناسبه؟ لا. برافو. طيب لا احطها قبل انا ولا قبل الفعل؟ قبل الفعل، لان انا قلت ادوات النفي زائد ايه؟ زائد الفعل. يبقى اقول انا لا احب الطعام. يبقى انا كده حولت الجمله من مثبته لجمله ايه؟ منفية. طيب افتح معايا الجملة كده، افتح معايا الجملة. طيب اسلوب النفي، ينفع تقول اسلوب النفي من غير ما تنفي عن بني ادم معين؟ يعني اسلوب النفي لازم تنفي عن حد، لازم اقول لك انا لم افعل ذلك، هو لم يفعل ذلك، المدرسة لم تفعل ذلك. اسلوب النفي لازم تكون بتنسي عن حد معين، عن حد معين، لازم تقول مين اللي ما بيعملش كده. اسلوب النفي لازم تقول فيه مين اللي ما بيعملش كده. طب افتح معايا الجوجل صفحة 31. طبعا دي غلطة هنمسحها. ده اسلوب النفي صفحة 31 في البوكلت، صفحة 31 في البوكلت. اسلوب النفي، نونة ترسم لوحة، نونة بتكتب لوحة، يبقى دي
اسم